اليمن والخير والبركات، جميعها مظاهر الاحتفالات باستقبال شهر رمضان ذو الرحمات، وقواسمها المشتركة زينات معلقات وبسمات ترتسم على الجبهات، وأعين تجول بين الخضر والحلوى لشراء أو قل لانتقاء ما يضفي البهجة على الأسرة التي تجتمع على مائدة رمضان المليئة بالخيرات. هنا في العراق، قسوة المشهد الأمني التي أثرت على الأداء السوقي لم تمنع المواطنين من الإقبال على شراء ما يلزم من الوجبات الشهية، ولأجل ذلك تكون الوجهة هي سوق الشرجة الأقدم في بغداد، والذي يعج بالخضروات والفاكهة والحلوى التوابل والزينات المبهجات. يعني مو ذاك السعر اللي غلاه غاية، وإنما يعني اختلاف بسيط على مود رمضان. يعني ما أعرف سببه، مثلا نقول لين موسم، على مود شلون نقول موسم العيد، موسم رمضان، موسم محرم، على مود الموسم يعني اختلاف قد شيء بسيط، يعني مو ذاك الاختلاف الهواية. حبيبي عن بشاميشو يا بشفة. وفي لبنان يستقبل المواطنون رمضان بالأهلة المعلقات والمآذن عالية تصدح بالأذان والدعوات، وفي إطار تلك الاحتفالات يقبل المواطنون على شراء الخضر والفواكه الطازجات. أما مظاهر التكافل الاجتماعي فهي مظهر رئيس في المجتمع الإسلامي، فها هي الإعداد لموائد إفطار الصائمين، والصائمات تسير دون توقف لاستيعاب الفقراء والسائرين في الطرقات. وفي الأردن تسير أيضا الاستعدادات على كل المستويات، فالمتاجر وجهة الجميع للتبضع وشراء الحاجات، والكل حريص على أداء تلك المراسم الرمضانية الاحتفالية دون أي عوائق حتى لو كانت مرضية. فالطبيب بدوره يساعد المحتفلين بشهر رمضان العظيم على تناول المأكولات والمشروبات دون إفراط أو تهوين.